بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هي واجبات الأب تجاه أبنائه؟ الحقيقة هذا السؤال يتكرر كثيرا، لأن كثير من الأبناء اليوم يشتكون آباءهم. معظمهم لا يعجبه أبوه وأباه، وهذا طبعا خلل كبير في الأبناء وليس في الآباء. الحقيقة هنا أنا يمكن أن أوجه لوما للآباء، أنه ينبغي عليك أن تذكر ابنك بأهمية الوالدين ورضا الأبوين. الأب قد يقصر في هذا الجانب، لذلك نجد الطفل عندما يكبر يصبح عاقا لوالديه. النصيحة المستمرة لهذا الولد منذ أن كان طفلا إلى أن يكبر مهمة جدا أيها الأحبة. يعني يمكن أن أقول أنا أول واجب وأهم واجب لأي أب تجاه أبنائه أن ينصحهم ويعلمهم ويرشدهم، وأهم شيء أن تعلمهم بر الأبوين. القرآن واضح في هذه القضية أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن أولا عبادة الله، ثم ماذا؟ وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، يعني أراد الملك هنا أن يقول لك الإحسان للوالدين شيء مهم، هو جزء من عبادتك لله. أنت عندما ترضي أبويك أنت ترضي الملك سبحانه وتعالى. فالأب هنا يقصر في إبلاغ ابنه هذه المعلومة، فلا يلومن إلا نفسه. وهذا ليس مبرر طبعا للابن أن يعق أباه حتى لو الأب قصر. الابن يجب أن يبحث عن الحق، ويجب أن يعلم أن هذا الأب له حق عليك أخي الحبيب، هذا الأب له حق كبير عليك. ولكن نحن اليوم سنوجه نصيحتنا للآباء. أولادي أنا أول حق لهم علي أن أعلمهم. وطبعا العلم هنا لا يعني الشهادات، العلم أن تعلمه أولا لماذا هو في الدنيا. ليس من الضروري أن تقول لي أنا أدخلته أفضل المدارس وأخذ شهادات عليا وهو يعقني. لا، أن تعلمه لماذا هو موجود في الدنيا أصلا. تعلمه أن هذه الدنيا تافهة، وأنك تسير باتجاه لقاء الله سبحانه وتعالى. فعندما تلقى الله، الله سبحانه وتعالى يقول لك على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر ماذا؟ عقوق الوالدين، من أكبر الكبائر عند الله. وأكثر عمل يغضب الله أن تعق والديك. يجب أنت أن تبلغه هذا، أن تعلمه هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الأعمال. يجب على كل أب أن يلقي مثل هذه الأحاديث على مسامع أولاده منذ الصغر، أن يجعلها ثقافة لهم في البيت. ما هي أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ ماذا قال؟ الصلاة على وقتها. ثم ماذا؟ بر الوالدين مباشرة بعد الصلاة. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لك: انظر، إن صلاتك غير مقبولة إذا عققت أبويك، إذا سببت لهما الأذى، إذا لم تكرم هذين الأبوين صلاتك في خطر.
إذن الصلاة على وقتها، ثم ماذا؟ بر الوالدين. فإذا أنا أمام هنا، أمام ثقافة أنشرها في البيت، أنا كأب مسؤوليتي هذه. هذا أول واجب، أن تعلمه كيف يبر أبويه. الواجب الثاني أيها الأحبة، حسن التربية، أن تعلم ابنك السلوك الصحيح. كثير من الآباء يعلم ابنه كيف يكسب المال، وأقول لك أنا ربيته تربية جيدة، علمته كيف يجمع المال ويكسب المال. طيب بهذه الطريقة قد يسرق مالك إذا لم يكن لديه رادع أخلاقي وديني، إذا لم يكن لديه خوف من الله، سيسرقك هذا الولد. لذلك هذا الأب أحيانا يشتكي، يقول أنا لم أقصر مع ابني، وضعته في أفضل مدارس، أفضل تعليم، أفضل لباس، أفضل أفضل. يا أخي هذه كلها ضرورية وشيء جيد، ولكن هذه الأمور ثانوية، ليست هي الأساس الذي تربي ابنك عليه. يجب أن تربي ابنك على حب الله أولا، تربيه على حب النبي. إذا أحب رسول الله سيلتزم بكل حديث يسمعه من هذا النبي الكريم. أما أن تعلمه على حب الدنيا، سيسير مع الأغلبية. اليوم في الغرب أيها الأحبة لديهم تعليم عالي، لديهم صحة جيدة، يعني لديهم الأمور الصحية، الاهتمام بالصحة والإنفاق على الصحة عالي جدا في الغرب. لديهم قد يعني نقول الصدق في التعامل، الأمانة أحيانا، إتقان العمل، الرفاهية إلى آخره، لديهم ميزات كثيرة، ولكن هم لا يعلمون لماذا جاءوا إلى هذه الدنيا. لذلك نجد أن آباءهم في دور العجزة، أن هذا الولد منذ 18 عاما يتخلى عن أبيه وأمه وكأنهما لا قيمة لهما. السبب هو الأساسي، هو تقصير الأب تجاه هؤلاء الأولاد. التربية الصحيحة أخي الحبيب أن تعلمه الصدق، أن طبعا يجب أن تكون أنت أولا تتعلم الصدق قبل أن تعلم ابنك. يجب أن تكون صادقا في بيتك، لا تكذب. يجب ألا تغش في تجارتك ليتعلم منك الأمانة وعدم الغش. يجب أن تتسامح مع الناس لتعلم ابنك ثقافة العفو والتسامح عندما يتعامل مع الآخرين. يجب أن يراها فيك أولا، يجب أن يرى فيك حب الخير للآخرين، وهكذا سيحب الخير لإخوته وأمه وأبيه. وإلا يعني أنت الآن تعلمه أشياء تتعلق بالدنيا، لا تنتظر منه أن يراعي حق الله فيك. إذن أخي الحبيب، مهمة الأب سهلة جدا، ولكن قليل من يطبقها. المهمة السهلة أنك تربيه على حب الله، حب النبي، العمل الصالح. الأمور الدنيوية ستأتي فيما بعد. ينبغي أن تعلمه كيف يخاف الله عز وجل، كيف يجهز نفسه للآخرة. هذا هو العلم الذي نحتاج له أيها الأحبة. ثم اتركه فليفعل ما يشاء، ستجده بارا بك، حنونا عليك، يغفر أخطاءك، يكرمك عندما تكبر. لذلك الأنبياء، عندما سيدنا إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب،
عندما حضرتهم الوفاة ماذا أوصوا أبنائهم؟ لم يوصيهم لم يكتب لهم وصية تتعلق بالدنيا، بل كانت وصيتهم اتجاه الآخرة طبعا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولكن النصيحة الأساسية التي أخبرنا عنها القرآن عندما نجد قول هذا النبي لأبنائه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عينه على الآخرة ليس على الدنيا. فإذا أنت كأب واجبك أن تنجي ابنك أولا من عذاب الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والعياذ بالله. إذا أخي الحبيب، سبب مشاكلنا نحن اليوم وسبب عقوق الأبناء لآبائهم أنك لم تغرز فيه حب الخير، حب التسامح، العفو، بر الوالدين، إكرام الناس. هذه المعاني التي هي واجب مؤكد عليك. أما ما تبقى من واجبات الإنفاق وغير ذلك، هذه كل الناس يفعلونها، الملحد والمؤمن والكافر كله ينفق على أبنائه. ليست قضية أيها الأحبة، القضية هي بر الوالدين، هي الأساس. كيف تعلمه أن يبر أبويه؟ طيب، هناك واجبات كثيرة جدا أخي الحبيب. الإنفاق على الأولاد في حال أن الأب كان ميسورا هذا مطلوب منه، ولكن بعد أن يكبر هذا الولد ويصبح لديه قدرة على كسب الرزق، واجب عليه أن ينفق على أبويه إذا احتاجا للإنفاق. إذن هنا قضية متبادلة بين الأب والابن: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكرك الله أن هذا الأب كما رباك صغيرا وأحسن تربيتك، إذن يجب أن تهتم به وتغفر له وتكرمه عندما يصبح كبيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، سواء كان لديك أب أو أم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. انظر إلى هذه الآيات الرائعة أيها الأحبة. هذا ما يجب أن تلقنه لابنك. هذا أهم من الطعام والشراب على فكرة. الحيوانات تطعم أبنائها ليس مشكلة يعني، ولكن العلم أخي الحبيب، أؤكد على موضوع العلم. لذلك أنا في هذا اللقاء أقول إن تقصير الآباء في تعليم أبنائهن الخير وحب الخير للناس وبر الوالدين، أنت يجب أن تعلم ابنك بر الوالدين. الصبر على الأبناء واجب على الأب، خصوصا بهذا العصر. في هذا العصر يعني عصر إنترنت، ذاكرة الأولاد تتشكل من النت، مما تبث هذه المواقع الإلحادية ومواقع علمانية، تبث الفاحشة، تبث اللهو، الكلام الفارغ. لذلك أصبحت أدمغة أبنائنا محشوة بهذه المعلومات، فلم يعد في ذاكرتهم موضوع بر الوالدين، ولم يعد في ذاكرتهم الإحسان للأبوين وبالوالدين إحسانا، لا يعلمونها ولا يريد أن يعلمها، لأن دماغه امتلأ بهذه المعلومات التافهة من بعض المواقع التي تبث ليلا نهارا يعني سموم بالفعل. الشيء المهم هنا أخي الحبيب أنك أنت كأب يجب أن
تجعل في بيتك ثقافة الصبر، أن تصبر على أذى الولد، هذا واجب عليك لتكسب رضا الله. طبعا هو إذا أذاك مسؤوليته أمام الله، ولكن أنت يجب أن تصبر لأنك أنت الكبير، يجب أن تعفو عنه، هذا واجب عليك العفو. كلها آيات موجودة في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم يقل لك اغضب عليه، لا، قال اعفو، اصفح، اغفر، تسامح، هذا واجب عليك في حالة أن ابنك تسبب لك بضرر أو بأذى أو بكلام سيء. انظر إلى سيدنا يعقوب، نبي الله يعقوب، بعد أن خدعوه أبناؤه وأخذوا ابنه المدلل يوسف عليه السلام ووضعوه في الجب واتهموا الذئب بأنه أكله، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نتسابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماذا قال لهم؟ انظر أخي الحبيب حكمة هذا النبي. أنا أريدك أن تتحلى بأخلاق سيدنا يعقوب في معاملتك لأبنائك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ماذا قال؟ فصبر جميل. كلمتين فقط عالج القضية كلها، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وحتى بعد أن أخذوا ابنه الثاني وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا إلى آخره، ماذا قال لهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. أيضا كان رد فعله هو الصبر. أنا أريدك أخي الحبيب أنت كأب أن تجعل الصبر هو حياتك، حياتك أن تكون الصبر. مهما فعل أبناؤك اصبر، أنت الكسبان، أنت ستكسب في النهاية في الدنيا والآخرة. طبعا الله سبحانه وتعالى أصلح هؤلاء الأبناء، أبناء سيدنا يعقوب، وتابوا إلى الله واستغفر لهم الله سبحانه وتعالى. فإذا أخي الكريم يجب عليك أن تعلمهم التعليم الصحيح، يجب عليك أن تكرمهم مهما أساؤوا، يجب عليك أن تغفر لهم وتصفح عنهم وتعفو عنهم، يجب عليك أن تتسامح معهم وأن تصبر على أذاهم، وهكذا ستمشي الدنيا بسلام وهدوء، ونجنب بيوتنا الكثير من الشقاق بين الآباء والأبناء، نجنبهم هذه العداوات وهذا الحقد وهذه المشاكل التي قد تصل إلى المحاكم وإلى أشياء أخرى يعني أكبر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.